كيف تحارب الأرق وتستمع بنوم هادئ؟ الأرق هو صعوبة الخلود للنوم أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل، أو الاستيقاظ في ساعة مبكرة من النهار وعدم القدرة على العودة إلى النوم، ويعود سببه إلى التعب أو القلق والتوتر، وأيضا قد يعود لطبيعة الأكل. كون طعامنا الذي نأكله يوما يؤثر كثيرا على نومنا، فإما أن يساعدنا على النوم أو يزيد في أرقنا. فهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تلعب دور إيجابي للمساعدة على النوم، ولكن في الواقع هذه الأطعمة لا تجلب النوم، ولكنها تساعد وتحفز على الشعور بالاسترخاء لأنها تحتوي على الترب نات، والذي عندما يجري في الدم يحفز على إفراز السيروتونين، وهي مادة كيميائية تعمل على الاسترخاء وبالتالي تعزز الشعور بالرغبة في النوم. من خلال موقع تقف نفسك تعرف على هذه الأطعمة والمشروبات. الحليب، إن كأس دافئ في المساء يوميا مفيد لتهدئة الأعصاب والاسترخاء، وهو غني بالتروبوتوفان الأحماض الأمينية التي لها مفعول مهدئ، وأيضا الكالسيوم الذي يساعد على استخدام التروبوتوفان في الدماغ. الماء، التقليل من شرب الماء يسبب الجفاف ويكون الجسم مجهد لنقص الماء، لهذا لا يمكنك الاسترخاء وبالتالي لا يمكنك النوم. لذلك فضل شربه في بداية الليل. الماء وسهر معا مع سهر اللحظة المقلق، وأنت يا سيدي وسيدي ومولي في كوب حديد يهدأ يساعد في الاسترخاء. المرامية، استحلب المرامية مفيد جدا لتخفيف الأرق والتعب، المرامية تساعد على تسهيل عملية الهضم وتخفيف الجهاز الهضمي من الغازات وإزالة توتر الأعصاب، ويفضل تناولها كمشروب ساخن قبل النوم. والخوذ، حبوب العدس الغنية بفيتامين حمض الفوليك الذي يساعد في هذا الرجل، فهو الولد تأثيرها على الأرق النوم الهادئ. ولي يا ويلي، إن تناول ملعقة من الحبة السوداء ممزوجة في كوب من الحليب الساخن والعسل قبل النوم تعتبر مهدئة وتساعد على الاسترخاء. المشمر، وشراب قمر الدين يزيل الأرق ويفيد المصابين بانحطاط مقاومة الجسدية والفكرية ويهدئ الأعصاب. وأكل المشمش طازج أو مجفف يقوم بتزويد الجسم بكمية كبيرة من العسل من الأحماض الأمينية التي تحفز إطلاق السيروتونين، بما يجعلك تشعر بالارتياح والسعادة وبالتالي أكثر استرخاء. في وسط بستان علي يخفف الاسترخاء، وأكله في المساء يجلب النوم وعصير الخس والعود الصناعية المنومة. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أن يتناول الكثير من الخس. العسل، إضافة كمية قليلة من العسل في الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب تنبه لإيقاف الأكسجين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن اليقظة والنشاط، على ورق سفر جلي كوب ماء دافئ ونصف كوب من عصير البرتقال القمري وشربه قبل النوم. ملل في مللي، يحتوي على تشكيلة تروني غالبا ما تصنع من على عمار الأزالي أو الجذور يمشي على ثلاثة. وشاي الأعشاب يحتوي على مشيات العرنجلي والأكسدة، والناس درج جمالي الشاي في السوق بالقرقلة الكيميائية المتواجدة فيه تختلف ويشمل هذا النوع من الشاي أنواع متعددة كالزنجبيل
تفكر لكن كيف تشعر جئت بالوسم هاربا وتستمع إلى من النعناع شعورا خشية كالأرق الأعرق بقومك قليلا وصعوبة الخروج إلى للهواء لقاء أو الاستجواب ملك لفوائد صحي الصحية معظم أو الاستقبال مبجل لأنها تساعدك إلى يأكل الانهيار لي والنوم وعدم بجنون القدرة على خلعة الهروب بالرغم وهي من للأسف قد رأيك تسبب نوعية من الشغف تميل والذي تعرفنا من لي هاربة الأرق أجور فيها تبدأ ما الأرق شاء من طبيعة الأرق وبخطي كما تأكل تكون طعام الليل الهواء لي الذي نشربه يوما من لتقوى الهدي والعشوائية والمعي يوميا فإما أن يساعدنا عليه بفيتامين سي وغسل كي يزيد الأم الأرق ظلمت قطعا وقلت العديد من الأمراض سخرفت والضربات التي ترى لعجزي تستغنى عنها عدم الأرق بدبولي لأن تناولها لا يساعد في فالرغم من الأطعمة لا تجلب الشدة لكن في حالة بالنسبة للفيتامين الشعور بالاسترخاء مارس التمارين اليوم أربع قصائد من الشاعر نزار القباني. نزار القباني شاعر سوري توفى وعمره 75 سنة بلندن، توفى بالسنة 98، راح يسلو 20 سنة بعد شي سنتين أو سنة ونص. فأخذت أربع قصائد منه، اثنين قصار راح تشوفوا من الاثنين بأول صفحة. هيدي راح أجيكم، هيدي واحدة، هيدي التنتين التاني. فقبل ما أبدأ بالقراءة، قلت يمكن أعطي شوي هيستوري عنه. صعب إن شرب الإنسان إذا عن عهد عندكم النوم شيء حتى الخوف الأكبر من بعده ليس التعب والعناء مجددا. لذلك هذا القطعان مشكلة الشخير يعانون من اضطراب من الأفضل معالجة لأن الشخير يضر على عسل مما يجري النوم بمكمل قليل تعب إلى الأنهار. المهم معرفة أن الوزن الزائد أو تناول مهدئ أسلال يجعله هو المعقل العصبي المسؤول عن النقض من النوم المباشر أي أكثر من العادة. هذه الحيلة ناجحة سوف تكمن العسل خلال النهار لأنك لم تنم مع الاستراحة المعتاد ونصف كوب من عمر القمح تقليل معا وشربه يسهل عملية النوم. شاي الأعشاب.